دكتور طارق شوقي اعلن النهارده الثلاث عن اكيد خلاص موضوع التابلت خلص الكلام ومنتهي، وقال ان احنا مش الصغارين، احنا خلاص كبرنا وعندنا منصات للتعليم، منصه ذاكر ومنصه قنوات مدرستنا 1 و2 وحصص مصر ومنصه البث المباشر، وان كل المنصات دي شغاله على تدريب الطلاب على نمط الاسئله الجديد، وان احنا عندنا ملايين المشاهدات، وده بيعكس حرص الطلاب على التعليم ودخول على المحتوى الجديد. واكد ان احنا بنمتلك سحابه الكترونيه ولجان امتحانيه بتعمل بكفاءه 100%، وان تم التعرف على شكل التابلت وعلى شكل البابل شيت، وانه كفاءه المنظومه الامتحانيه قويه جدا. فكره البابل شيت ما هيش وحشه لانها قائمه على فكره الامتحان الاختياري، وهو شايف ان ده جيد جدا. وصدر انه بعد اجهزه التابلت خارج المنظومه رصدوها، وطبيعي هو عامل مصيده لأجهزة التابلت اللي هي اتعرضت للعبث الإلكتروني، ومن خلال برضو ناس اشتروا تابلت خارجي وحاولوا يدخلوه في منظومة التعليم. وقال إن مفيش لازمة خالص للقلق ولا الخوف ولا التوتر من ناحية التعامل الورقي بجانب الإلكتروني، وقال لك إنه الوزارة بتسمح بدخول الكتاب المدرسي فقط، مفيش مذكرات ولا حاجة من دي، هي الكتاب المدرسي أو الكتاب الإلكتروني. يعني هو ممكن تاخد معاك التابلت بتاعك عشان تحرر الكتاب الإلكتروني اللي هو الكتاب المدرسي الإلكتروني، يبقى قدامك على التابلت، وطبعا بتسجل حضورك من خلال التابلت، لكن منصة الامتحان هتبقى مغلقة أثناء الامتحان، وهتجاوب على البابل شيت بس اللي هو الورقة الاختياري. حد كده الكلام معقول، مفيش مشكلة، بابل شيت وهنحل وتمام، مفيش أي مشكلة، والطالب المتفوق هيبان لأن مفيش غش، وطبعا مفيش غش في التابلت، التابلت ده بس عشان هنسجل الحضور والغياب والكلام ده كله، كل ده تمام. لكن والاسئله على فكره هتيجي سهله وفي مستوى الطالب المتوسط او فوق المتوسط، بس ايه، محدش هيقفل. ازاي يعني؟ هل يعقل ان محدش هيقفل في ثانويه عامه زي ما كنا متعودين زمان ان احنا بنشوف 99 و100% و104 و103 و102؟ ازاي وفي نفس اللحظه الطلبه مش هتغش، وازاي الطلبه مش هتقفل والاسئله هتيجي سهله؟ افهمها انا الحقيقه النقطه دي، بس مش فاهمها. الواضح انه الموضوع فيه لبس، ان شاء الله الفترة اللي جاية هيبان. وفي نقطة بس عايز افهمها لكل الناس، شاومينج ردت بان هي هتعمل اختراق للانظمة دي. على فكرة يا حبايبي، اي حد عاقل متوقع انه يخترق هذه الانظمة، بس في نقطة، الامتحانات هتبقى متعددة جدا ونماذج كتير، بس هو نموذج واحد اللي هو بيجيبه اللي قدام ورا واللي ورا قدامه والكلام ده كله، فوارد جدا ان يتم تسريب الامتحان. اهم حاجه ما تقلقوش، وتاكدوا 100% انه ان شاء الله ربنا هيحلها من عنده، وهتبان ملامح البابل شيت في الاخر. بس خد بالك ان مشكله البابل شيت في انه الشطب او الكلام ده بيلخبط الجهاز الالكتروني، فالطالب بيبقى حبيبي معصور عشان يجاوب اجابه صحيحه، وحوار كبير جدا. ربنا يعينكم جميعا، والسلام عليكم.